السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. انتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم، نطليت عليكم بهذا الطمينه بعد هذا الغياب. نطمنكم عليا، نقول لكم غبت لي اسباب خاصه، ويعني غير الخير، ما تقلقوش عليا، راني بخير. ونتمنى ان شاء الله انتم ثاني تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا، بديت مع الشيشه ولا مع السميد متوسط. استخدمت اليوم سيم متوسط، حمصته على نار تكون قليله مده 20 حتى 25 دقيقه، وانا نحرك فيه على نار قليله كما قلت لكم. من جهه واحده اخرى درت كيله تاع مارغارين، درت معها كيله ناقصه اندوا تاع العسيله. اللي يحب الحلاوه بزاف يدير كيله بكيله. درتهم على نار ثاني تكون متوسطه كما راكم تشوفوا، حتى نذبت لي هذيك مارغارين. ومن بعد شوفوا بقات قطع، نحيتها من النار. الخليط تاعي راهو دافي، نبقى نحرك فيها تري تري بيان. بهذه الطريقه راح يمتزجوا مع بعض مليح، وثاني راح تكمل هذيك لا مارغارين تذوب. زدت عليهم شويه تاع شاميه ولا حلوه الترك، زدت عليهم رشه خفيفه تاع القرفه، تقدروا ثاني تزيدوا لها رشه تاع الحرور، حرور النافس. واستخدمت الفويز، تحركتهم مليح كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه راح تمنعوا كما نقولوا حنايا ليدام تاعكم ما يطلع لكمش كي ديروا الطمينه تاعكم الشكل النهائي. تخلطوا هذيك لا مارغارين مليح مع العسيله باه ما تطلع لكمش. فوالا هذه هي. من جهه واحده اخرى درت سميد، هذيك كانت ديجا كملت حمصتها، درتها بجهه تبرد. ومن بعد كي تبرد لي مليح مليح باه نبدا نخلط السميد مع العسيله ولا مارغارين. باه تحافظوا على القرمشات تاع التشيشه ولا تاع السميد المتوسط اللي حمصناه، ما تخلطوها شويه سخونه، خلوا عليها حتى تبرد تماما. مام المزيج تاع لا مارغارين والعسيله ثانيك خلوا عليه حتى يبرد. كيما شفتوا درت زوج كيلات وربع تاع السميد متوسط ولا تشيشه بعد ما قليتها ولا حمصتها مليح، ودرت لهم كيله ونص نتاع سوائل يعني اللي دام هذاك مع العسيله، ونخلط تري تري بيان هكا باش هذيك اللي دا ما يطلعليش بعد ما نحط الطمينه تاعي في صحن التقديم. راح نشارك معكم ايضا تزيين بسيط. نتوما بمناسبه المولد النبوي الشريف تقدروا ديروا هذاك الطابع تاع المولد النبوي. في اخر لا فيديو راح نخلي لكم بعض الصور نتاع طرق تزيين الطمينة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأيضا نقول لكم كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله ينعاد علينا بالبركة وبالصحة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يقوي إيماننا في هذا اليوم المبارك. حاولوا تجمعوا انتم وليداتكم والأهل، ديروا يوم تاع ذكر، ديروا فيه السيرة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ديروا أيضا يعني وين زاد، نعرفوا وليداتنا وين زاد، كيفاه عاش، كيفاه يعني الهجرة تاعو هكا، باش وليداتنا كامل تكون عندهم معلومات. ما نديروش يوم تاع احتفال هكا فقط، يعني تكون فيها ذكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرة طيبة يعني نعطروا بها يومنا، هكا يكون نهار مبارك يشفوا عليه وليداتنا ويكبروا على حب الرسول وعلى حب الدين تاعنا الإسلام. فوالا هذه هي. شوفوا كيفاش راني درت شوية تاع حلوة الترك، درت ثانيك القرفة كما راكم تشوفوا، درت ايضا واحد لي بيرل في الدوغي صغار ودي بيرل في الغاز. درت ثاني كبلي سوغيس كونفي، درت هكا شغل وريدات كيما راكم تشوفوا. هذا كان شكلها النهائي. اتمنى ان شاء الله لا فيديو تاعنا اليوم تكون تعجبكم وتكونوا استفدتوا معها كمبتدئات. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او في وصفه اخرى ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم ومع السلامه.